الشكر يا عباد الله ليس هو باللسان فقط، الشكر له أركان ثلاثة لا بد أن تتحقق جميعا، فإذا فقد واحد منها لم يحصل الشكر. الأركان الثلاثة: الأول التحدث باللسان، تحدث بنعمة الله باللسان وذكر النعمة لأجل القيام بشكرها، قال الله جل وعلا لنبيه: وأما بنعمة ربك فحدث، لما ذكر عدد نعمه عليه: ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى، فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. اذكر نعمة الله يا بني إسرائيل، اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، فلا تضف النعمة إلى غير الله، لا تضفها إلى نفسك ولا إلى أحد، بل الله هو المتفرد بهذه النعمة التي وصلت إليك فاشكرها. أولاً يتحدث بها بلسانك واذكرها بلسانك، ولا تقل هذه من فلان وعلان، بل قل هي من الله. الركن الثاني الاعتراف بها باطناً في قلبك، لأن هناك من يذكر النعمة ويحمد الله بلسانه لكنه لا يعترف أنها من الله، بل يرى أنها بحوله وقوته وجهده وكده وعمله وحذقه، كما قال قارون لما ذكره قومه. قارون آتاه الله من الخزائن والأموال الشيء العظيم، وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة. الجماعة ما يحملون المفاتيح، مفاتيح الخزائن من كثرتها. إذ قال له قومه: لا تفرح، يعني فرح الأشر والبطر تكبر، إن الله لا يحب الفرحين، وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة، ولا تنس نصيبك من الدنيا، وأحسن كما أحسن الله إليك، ولا تبغ الفساد في الأرض، إن الله لا يحب المفسدين. ماذا كان جوابه المسكين؟ قال: إنما أوتيته على علم عندي، ليس لله فضل في ذلك، أنا حصلته بكدي وكسبي وخبرتي بالصنايع وخبرتي بالتجارة، ما قال هذا من الله، قال هذا أو أنا مستحق له عند الله، ما هو بفضل من الله، أنا مستحق على الله، هذا حقي، كما يقول كثير من الناس: هذا حقوقنا وهذا حقنا، ما يقول هذا فضل من الله سبحانه وتعالى ومن من الله، فيحمد الله على ذلك وينظر إلى من حوله من الفقراء والمساكين، بل ينسب هذا إلى كده وكسبه وحيله وغير ذلك، وظيفته، خبرته، شهاداته إلى غير ذلك، لا، هذا من الله عز وجل. وإلا غيرك، قد يكون غيرك أحذق منك وأعرف منك، ولكن الله ابتلاك، امتحنك بهذا المال وهذه النعمة، أشكر الله عليها. الأمر الثالث، وهو الركن الثالث من أركان الشكر، صرفها في طاعة الله جل وعلا، في طاعة المنعم،
لا تصرفها في المحرمات، في الإسراف، في التبذير، في الأسفار إلى البلاد الكافرة للشهوات المحرمة، اصرفها في طاعة الله عز وجل، لا تصرفها في فتح المحلات التي تنتج الشرور، تنتج المعازف والمزامير، وتنتج الأغاني، وتنتج الآثام، والمحلات التي لا تنتج إلا الشر، تفتح على الناس باب شر، تنشر الشر بمصانعك ومحلاتك، هذا من كفر النعمة، كفر بالعمل. الله جل وعلا قال لنبيه سليمان لما علمه ما علمه وأعطاه من الملك ما أعطاه، قال له: اعملوا آل داود شكرا، اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. يعني لما أعطى داود عليه السلام، داود عليه السلام أعطاه الله أنه علمه صناعة الدروع، ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد. أن اعمل سابغات وهي الدروع، وقدر في السرد، واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر وأسلنا له عين القطر، ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب أليم. يعملون له ما يشاء، يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب، اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. فسمى العمل الصالح بالمال الصالح، سماه شكرا لله عز وجل. وهذا يدل على أن العمل السيء من المال، فتح المحلات الفاسدة، المنتجات الفاسدة، الأسفار المحرمة، الشهوات المحرمة التي ينفق الأموال فيها، هذا كفر، كفر لنعمة الله سبحانه وتعالى.